أهلا بكم معنا على قناة ميدتك. كالعادة رابط التحميل موجود في الوصف أسفل الفيديو. معنا النهاردة تطبيق جين برانتكس. تقييم التطبيق 4.7/10. حجم التطبيق صغير جدا، 16 ميجا بايت. التطبيق مجاني تماما. هي دي واجهة التطبيق، ومن الواجهة دي بقدر أوصل لأي حاجة أنا عاوزها. هنبدأ مع بعض. أول حاجة فوق Active Ingredient، عندي هنا إمكانية البحث بالاسم، إمكانية البحث بخاصية ذكية، وعندي إمكانية إن أنا أبحث عن طريق الحرف الأول من اسم الدواء. هنختار مثلا حاجة ولتكن ديكلوفينك. دخلنا، هي ديت الأدوية اللي تحتوي على الديكلوفيناك الموجودة في السوق المصري. فوق أقصى اليمين عندي علامة خضراء، لو ضغطت عليها هيتيح لي إن أنا أرتب المجموعة دي بالاسم، بالسعر، أو بالدوزج فورم. هختار مثلا أرتبها بالاسم، أرتبها لي ألفابيتيكال بالاسم. أقصى اليمين باللون الأحمر عندي الأسعار، وأقصى الشمال عندي الدوزج فورم. عندي فوق تحت الاسم الفارم كور واليو اف كيميكالز، ودول هتديني معلومات إضافية عن الديكلوفيناك. مثلا أحصل على مجموعة معلومات إضافية هنبقى نشرحها بعدين في مكانها. عندي خاصية البحث سمارت، لو انا مش عارف السبيلنج مظبوط، وليكن ان انا مثلا هختار اي بدل الاي و بي اتش بدل الاف، وهنكمل اسم. لو اخترنا سمارت لان انا مش متاكد من السبيلنج هوصل برضو للسبيلنج الصح، بدي اقرب سبيلنج يتطابق مع البحث بتاعي. دي خاصيه البحث السمارت. طبعا عن طريق الحروف دي بيديني الحرف الأول للدواء بتاعي. نيجي بعد كده تاني حاجة براند برودكت، الأدوية بالاسم البراند. هنا أنا بكتب الاسم التجاري مش الاسم العلمي زي اللي فات. هنختار حاجة مثلا من البنادول المشهورة. بنادول ساينس. فاداني العلبة فيها قد ايه، واداني السعر بتاعها، واداني الدوزج فورم، واداني التركيب بتاع البنادول ساينس، واداني حتى شكل العلبة بتاعت البنادول ساينس. فدي حاجة جميلة جدا بالنسبة للطلبة اللي بتتدرب على شكل علبة الدواء، ان الدراج اندكس اللي معانا النهاردة ده مصور، اقدر احفظ واتعرف على شكل الادويه اللي انا هقابلها. كتير قوي من زملائنا حديثي التخرج بيدور على مكان يبدا يتعرف على شكل علبه الادويه. عندي التطبيق دوت كانه بالظبط اندكس مصور قدامي، اقدر اعرف بيه شكل اي علبه دواء. عندي التركيب فينال افرين وباراستامول، وعندي السعر، وعندي الاسم. طبعا بنادول ساينس مستورد، ودي برضو نقطه جميله جدا ان التطبيق ده مش بس فيه الادويه المصري، في ايضا الادويه المستورده حتى وان كانت غير مرخصه من وزاره الصحه المصريه، وده هيتيح لي معرفه اكتر بالادويه المستورده. مش بس كده، ده الدواء المستورد موجود بسعره، يعني عندك السعر الاسترشادي بتاع الدواء المستورد هنا مثلا وليكن 22 جنيه و80 قرش. طبعا التطبيق ده بيتم تحديثه اول باول. لو بصينا عندنا تحت أقصى اليمين بالأسفل علامة النجمة، لو حبيت أن أنا أضيف الدواء ده للمفضلة ممكن أضيفه أو ألغيه في المفضلة، بحيث أن أنا أراجعه أو أبص عليه بعدين براحتي مفيش فيه مشكلة. فوق أقصى اليمين فوق عندي البيوسيميلرز، لو ضغطت عليها هيديني الأدوية البديلة
للدواء بتاعي، ولو ضغطت على العلامة اللي جنبها هحصل على الكاتيجوري بتاع الدواء ده، اني بيستخدم في الكومن كولد والانفلونزا وطبعا السينوسايتس. طبعا فشيء الحقيقة رائع جدا. عندي برضو هنا خاصية البحث بالسمارت، وعندي خاصية البحث بالحرف الأول. نروح بعد كده ل products by category. كاتيجوري هنا انا بختار كاتيجوري، هو طبعا مديني بعض الكاتيجوريز ممكن اختار منها، او ممكن انا اعمل بحث على اي كاتيجوري، فانا ببحث على الجروب بتاعتي. تعالوا نختار حاجه وليكن الانتي كواجولانت التابعه للكارديو فاسكولار سيستم، نختار الانتي كواجولانت. دخلنا هنا قال لي الانتي كواجولانت عندي انتي بليتليت، عندي دايركت ثرومبين انهبيتور، وعندي فاكتور 2 انهبيتور، هيبارين، ثرومبوليتيك، فيتامين كي انتاجونيست. انت عايز انهي انتي كواجولانت؟ تعالوا نختار الفاكتور 10 اي انهبيتور. دخلنا اداني كل الفاكتور 10 اي انهبيتور الموجوده في السوق، ومن اشهرها الزاليرتو وغيره بالتفاصيل عنها. حبيت تفاصيل زياده قوي قوي، ادخل شوف تفاصيل زياده. تعال نشوف الزاليرتو 20 مللي. دخلت على الزاليرتو 20 مللي، اداني الاسم بتاعه، اداني السعر، طبعا ده دواء مستورد مرخص، وعندي شكل العلبة وشكل القرص كمان، وممكن انا اتعرف اكتر على شكل العلبة، وده شكل القرص اللي جوه العلبة. تمام. طبعا انا ممكن اضيفه للمفضلة زي ما احنا قلنا، وممكن اشوف البايو سيميلر بتاعته اللي هي البدائل، وممكن اعرف الجروب بتاعه ان هو فاكتور 10 اي انهبيتور. ودي الحقيقة معلومات قيمة جدا جدا جدا، سواء للشخص الخبرة او حتى الشخص حديث التخرج. نرجع نشوف products by company. هنا انا بتعرف على الدواء عن طريق الشركة المنتجة. طبعا الجزء ده ممكن يفيد جدا الشخص اللي هو بيفرش صيدلية، او اللي ماسك مدير مشتريات لو حابب يعرف ايه منتجات شركة معينة. فلو اختار شركة زي ابوت هيطلع عندي كل البرودكتس بتاعت شركة ابوت، كل الادوية بتاعت شركة ابوت الموجودة عندي في السوق المصري بتفصيلها وبأسعارها وبالدوسج فورم وكل حاجة. ممكن ان انا استفيد طبعا بالمعلومة، ممكن ان انا ابدأ اعمل اقسمها زي ما انا عايز الفابيتيكال او بالبرايس او بالدوسج فورم. مش بس كده، ده في ميزة تانية ان انا مش بس شركات الادوية، الحاجات اللي هي الكوزموسيوتيكال زي بايوديرما زي ايزيس فارما. تعالوا نشوف ايزيس فارما. ايزيس فارما، الفيتاسكين، اليونيتون، الحاجات الكوزموسيوتيكال ديت عشان كتير ما بيهتمش بيها برغم انها مهمة، وساعات بتتكتب على فكرة في بعض الروشتات، وساعات بتتصرف او تي سي. تعال نشوف الفيتاسكين. ده الفيتاسكين اداني شكل العبوة بتاعت الفيتاسكين، طبعا ده صنف مستورد مرخص، واداني التركيب بتاعه، يعني فوق عندي التركيب بالتفصيل، وعندي السعر بتاعه، وعندي ان هو اوينتمنت دهان، وعندي التفصيل بتاعت الصنف. لو ضغطت فوق اقصى اليمين هيديني الكاتيجوري بتاعه ان هو انتي فيتيليجو اند هايبو بيجمنتيشن، فهو بيستخدم عشان الفيتيليجو. طبعا عندي خاصية البراوز، ممكن هنا لو ضغطت عليها يديني كل الشركات الأدوية اللي موجودة في مصر. لو اخترت أي شركة هيديني طبعا الأدوية بتاعتها، وعشان كده بقول ده مهم جدا لشخص بيفرش صيدلية أول مرة، أو شخص ماسك مدير مشتريات في صيدلية، في شركة، في مخزن، whatever. طبعا يقدر إن هو يجيب البرودكت بتاع أي منتج ويطلب منها اللي هو عاوزه.
عندي بعد كده بعض الحاجات بقى المهمة جدا. عندي فارمكور، تعالوا نشوف الفارمكور دي هتقدم لي ايه. عندي هنا بعض 5 كاتيجوريز مهمين جدا جدا، هنتعرف عليهم واحدة واحدة. Drugs, Pharmacology, Interaction, Chemotherapy و Malignancies. هنبدأ على ال Drugs. فأنا لو هختار Drug ليكن السيتاجليبتين، دخلت عليه فهتلاقي ال Administration Oral بتاعه لو فيه بعض التعليمات، فبيقول لي without regard to meals، مش معنى ان هو دواء سكر يعني ان هو لازم يتاخد، لا عادي مالوش علاقة. بعض التعليمات لو في بالنسبة للمونيتورنج بتاعه adverse reactions، هلاقي لو في براند نيمز في امريكا اسمه طبعا جانوفيا، دواء مستورد وموجود مرخص في مصر. البريست فيدنج كونسيدريشنز هلاقيها موجودة عندي. كالكوليشنز لو عايز اعمل كالكوليشنز بالنسبة لي في حالات المشاكل في الكيدني فانكشن، بيحتاج ان انا اعمل كالكوليشن، لو ضغطت على حاجة فيهم هيدخلني على طول فورا للكالكوليتور بتاعته، ان انا ممكن احسب ظروف الشخص اللي عنده مشاكل في الكرياتين كليرنس او الكيدني فانكشن، احسب له الدوز اللي هتناسبه. الجايد لاينز لو حبيت اخش على بعض مصادر المعلومات، ممكن ادخل مثلا على الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي، امريكان دايابيتس اسوسيشن، ودايابيتس كندا. لو ضغطت على اللينك الازرق ده هدخل على الجايد لاينز بتاعت الاماكن دهيت لغاوي اطلاع اكتر. كونترا انديكيشنز بتاع الدراج لو في دايتري كونسيدريشنز هيقول لي عليها. الدوسج فورم بتاعه، الدوزنج في حالة الأدلت، الأدلت دولز هياخد قد إيه، بيتاخد وانس ديلي. في حالة الهيباتيك امبيرمنت هعمل إيه في الدوز، فهيعرفني هنا إذا كان عنده، إن في الأغلب ما بحتاجش أعمل دوز أدجستمنت في حالة الهيباتيك. في حالة الرينال لأ، ممكن أحتاج لو في الجلوميرولار فلتريشن ريت طبعا لو أعلى من 45 قال لي لأ مفيش دوز أدجستمنت، لكن هو لو أقل من كده لأ هعمل. وإحنا شفنا قبل كده الكالكوليتور بتاعة الدوزج ادجستمنت مع بعض من شوية. الدراج انتر اكشن افويد، مفيش عندي حاجة تو افويد. طيب لو في حاجة تعمل ديكريز للإفكت ايه هي، ولو في حاجة تعمل انكريز للإفكت او التوكسيس بتاعته ايه هي. الإفكت بتاعه على البليدنج، ميكانيزم اوف اكشن بتاعه، تمام. طبعا انهبت دايبيبتايدايل بوتيديز 4 انزيم. لو في مونيتورنج بارامترز، بارامترز بتاعت المونيتورنج بتاعه، الفارماكوكاينيتكس حتى موجودة عندي، البريجنسي واللاكتيشن هنشوف اخبارها ايه. لو في بريجنسي كونسيدريشنز هيعرفهاني. برايسنج في اليو اس سعره بره عامل ايه. ريفرنس رينج لو انا عايز اشوف لو في ريفرنسز تانية أحب أقرأ في الباب ميت أدخل، دي كلها مصادر أقرأ أكتر لو أنا عايز أطلع أشوف آخر الريسيرشز والحاجات اللي اتعملت عليه، أخد راحتي خالص. الاستابيليتي وعندي لو في الآخر وورنينج أو بريكوشنز ممكن إن أنا أبص عليها. طبعا إحنا عارفين إن أنا ممكن أضيفها للمفضلة أو لأ، دي طبعا اختياري حسب ما أنا أحب. هنا انا عندي تاني حاجة الفارماكولوجي. في الفارماكولوجي هنا انا بختار جروب، فارماكولوجيكال جروب، مش بختار دواء معين فاضغط عليها وادخل. فاختار مثلا حاجة زي جروب من الجروبس في الفارماكولوجي، وليكن مثلا المونوكلونال انتيبوديز مونوكلونال، ونعمل سيرش على المونوكلونال انتيبودي. دخلنا هي دي المونوكلونال انتيبوديز اللي موجودة، والكاتيجوري ده على فكرة كان بسيط جدا من فترة كام سنة قريبة، وبعدين كتر قوي وسع بقى فيه أعضاء كتير يعني. فلو حبينا نختار حاجة الأدليموماب أول واحد
لو دخلت عليه هتلاقي طبعا عندك التعليمات بتاعته ان هو بيستخدم كده سبكوتينيوس، ولو في تعليمات معينه، والادفيرس رياكشنز بتاعته، وبقيه الايه يعني المعلومات اللي انت اي معلومه ممكن تحتاجها عنه هتلاقيها موجوده هنا، مفيش داعي ان احنا يعني نشرحها تاني. طبعا احنا ممكن نعمل براوز، ندخل على نشوف كل الكاتيجوريز اللي موجوده، دي الفارماكولوجيكال كاتيجوريز اللي موجوده. طبعا ممكن تساعدنا جدا ان احنا نبدا نتعلم، نبدا نراجع. طبعا عدد كبير جدا من ال يعني الكاتيجوريز اللي موجوده عندنا، ممكن يعني الواحد يتسلى ويراجع معلوماته. ننتقل للي بعد كده، ال drug interactions، نختار interactions. طبعا هنا انا عندي طبعا prescription، prescription فيه 3 4 5 6 drugs، بدخل كل هذه الدراجز معايا هنا وبعمل لهم analyze في الاخر، بيقول لي اذا كان في drug interaction ولا لا، وهل ده شديد او لا، وممكن ان انا اتصرف ازاي في الموضوع دوت. تعالوا نختار مثلا حاجة simple، لو انا عندي prescription مثلا فيها كالسيوم اسيتيت، نزلت طبعا تحت عندي حاجة مثلا فيها سيبروفلوكساسين، وعندي حاجة فيها ديكلوفينك. فدي البريسكريبشن مثلا بسيطة فيها 3 برودكتس. عندي هنا في العلامة الخضراء انالايز، هضغط عليه يبدأ يشتغل، وبعدين يقول لي اه عندك هنا الكينولونز مع الكالسيوم سولز، تمام، وعندي الكينولونز مع نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ويبدأ يشرح لي القصة ايه والمشكلة ايه بالظبط عشان اقدر اشوف انا ممكن اتغلب عليها ازاي. فطبعا ده شيء يعني جميل جدا. ممكن ادخل اي عدد على فكرة من البرودكتس، صنفين 3 4 5 زي ما انا عايز. نيجي بعد كده عندنا تحت الكيموثيرابي، الناس اللي هم زمايلنا تخصص الأونكولوجي هم على دراية أكبر بقى من الحاجات دي. هنا بختار الكيمو ريجيم بتاعي، تعالوا نختار مثلا هودجكن، حاجة في الهودجكن. نختار ده مثلا، فهيبقى عندي الاندكس تيرمز، عندي النيم، فارماكولوجيكال كاتيجوري، ريفرنسز بتاعتي، الريجيمين شارحهولي بالتفصيل، واليوز بتاعي اللي احنا دخلنا عليه الليمفوما هودجكن. فطبعا ممكن يكون يعني مفيد جدا. طبعا خريطة البراوز موجودة، وعندي برضو إمكانية استخدام الحروف الأولى من البرودكت. الماليجنانسيز طبعا هنا بختار الماليجنانسي أو الديزيز، وليكن الليوكيميا، نختار مثلا ده، هي هيديني انواع الليوكيميا والريجيمين بتاعها. ممكن اختار النوع اللي هيناسبني، هلاقي برضو عندي تفاصيل اي تفاصيل انا محتاجها، والريجيمين بتاع العلاج. فشيء الحقيقة جميل جدا جدا، هيفيد زمايلنا في الأونكولوجي. ده بالنسبة للفارمكور. ننتقل بعد كده كلينيكال كونسايز، عندي ديزيز وعندي الالجوريثمز. خش على الديزيز، هنا انا بختار ديزيز معين، طبعا ممكن اعمل سيرش، ممكن اختار بالحرف الاول، او ممكن اعمل براوز واختار من الديزيز الموجود عندي. فلو اختار انا مثلا ديزيز وليكن الاوستيوارثرايتس، ده هو دخلت عليه فهيديني الاسم، طبعا انا بختار اوستيوارثرايتس. طيب البيزكس بتاعت الديزيز ده لازم اعرفها، واعرف انواعه، واعرف تفاصيل الكلام ده كله، واعرف البريفيلنس، واعرف الايديولوجي،
والجينيتكس والريسك فاكتورز والكلام ده كله. بعدها اعرف الدياجنوستس بتاعه، فاعمل دياجنوستس ازاي، واعمل الهيستوري والفيزيكال اكزام والتيست وكل حاجه انا ايه محتاج في الكلام ده كله. عندي بعد كده التريتمنت بتاعه، اهوت التريتمنت بتاعته اهي الفيرست لاين. وبعدها في عندي alert وعندي precaution والبريجنانسي السكند لاين بتاعه، الثيرد لاين كمان اهوت تمام، اديشنال عندي السيرجري لو ده كله مش نافع تمام، الفولو اب ريكومنديشنز هتلاقيه مديها لي، اديشنال ريدنجز لو انا عايز اقرا اكتر هيقول لي اقرا فين، كلينيكال بيرلز حاجات هتفيدني جدا وانا شغال، ريفرنسز لو انا عايز ريفرنسز، سينونيمز والكومون نيمز بتاعت الاوستيوارثرايتس. حاجه جميله جدا جدا. ممكن برضو اعمل براوز واختار ان انا اتفرج على اي ديزيز يعجبني تمام، اعمل مراجعه على دروسي، استفيد جدا 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 من الموضوع ده. الحاجه التانية عندي algorithms. طبعا في زمايلنا الفيزيشنز في منهم من يعشق حاجه اسمها algorithm. طبعا في حاجات كتير جدا جدا ممكن اعمل براوز وادخل اشوف طبعا كل دي algorithms براحتي خالص جدا يعني، او ان انا ممكن اعمل بالفيرست ليتر، او ان انا ادخل مباشره اي algorithm انا عاوزه. تعالوا نشوف حاجه زي الباركنسون مثلا، باركنسون ديزيز تريتمنت، دخلت ادي الالجوريثم بتاع الباركنسون. طبعا هنا خط صغير فهضطر اكبر شويه براحتي خالص، فابدا اشوف هيديني، هيقول لي الفيتشرز بتاعتي ايه اخبارها ايه، ويبدا يقول لي لو هي دراج انديوست ولو هي الترناتيف دايجنوزز، واعمل ايفالويشن ويبدا يقول لي بعد كده الدنيا اخبارها ايه والتريتمنت بتاعته في الايرلي ديزيز، هيقول لي عندك الدوبامين اجونيست ابدا بيها وهكذا لحد ما يخلص الايه الالجوريثم بتاعي. طبعا ممكن اتحكم فيها جدا في الخط، اكبر واصغر براحتي خالص. تعال نشوف حاجة تانية مثلا ريد اي، حاجة سيمبل مثلا دي اهو most common causes اهوت مديهاني عن، طيب بيسألني بقى طب في بين yes ولا no، لو في yes طيب blurred vision yes ولا no، طيب no طب في discharge ولا مفيش هكذا معايا، هيتابع معايا الالجوريثم لحد ما في الاخر يوصل انا عندي السبب ايه بالظبط. هل انا عندي فايتس، هل انا عندي جلوكوما، الرجيك كونجكتيفايتس، فايرال، يعني هي لحد شيء جميل جدا جدا جدا. موضوع الالجوريثم ده بيسهل علينا وبيفكرنا كده مجمعنا بحاجات ايه جميله جدا. ده بالنسبه للكلينيكال كونسايز. عندي بعد كده ميديكال كالكوليتورز، طبعا دي مهمه جدا جدا وبتسهل عليا حاجات كتير. طبعا انا عندي هنا بعض الحاجات هو مديهاني، وممكن اعمل براوز اخش على الكالكوليتورز، كل دي كالكوليتورز هو مديهاني ممكن انا استفيد بيها براحتي خالص. وممكن طبعا ان انا دايركت اعمل سيرش واختار حاجه من الحاجات. فلو انا عايز اختار مثلا glomerular filtration rate by dm mdrd ماشي، ادي الكالكوليتر دخلت لها، فهيقول لي طبعا السيرم كرياتينين الايج السكس الريس الكلام ده كله، في الاخر اديله كالكوليتر هيديني ال estimated glomerular calculation في الجلوميرال فلتريشن ريت. طبعا هيديني النيم بتاع الكالكوليتور، الايكويشن بتاعته لو انا حابب احسبها يدوي يعني، طبعا هي ديت الحساب اليدوي بتاعه وهنا يحسبها هيريحني من المشكله دهيت. اديشنال انفورميشنز لو انا عايزها، ريفرنسز لو حابب انك انت تقرا في الباب ميد، و ديسكليمر والكوبي رايت في الاخر بتاعه الكالكوليتور.
حابب تشوف مثلا حاجة زي الانايون جاب، الكالكوليتور بتاعها، صوديوم كونسنتريشن، كلورايد، البايكارب، وتدي له كالكوليت، هيديك في الاخر الريزلت. حاجة زي الجلاسجو كوما، جلاسجو كوما سكيل، هبدأ يمشي معايا في السكيل لحد ما يديني النتيجة. التيم سكور مثلا، برضو لحد ما هيديني البوينتس والسكور بتاعي لو لسه حد بيستخدم التيم سكور. طبعا مفيدة جدا جدا موضوع الكالكوليترز ده، ويعني وشيء جميل. بعد الكالكوليترز عندي ماي جين براندكس، لو ضغطت عليها في الاخر هدخل على الهيستوري والبوك ماركس. الهيستوري ده الحاجات اللي انا سبق وانا دخلت او عملت عليها بحث او سيرش، الاقيها موجودة هنا. دي الحاجات اللي احنا بحثنا عليها مع بعض من شوية، لو حبيت ان انا ارجع لها. البوك ماركس، لو انا حاجة حطيتها في البوك ماركس بتاعتي هبص الاقيها هنا، عشان يعني المفضلة بتاعتي احب ابص عليها تاني. فطبعا يعني دراج اندكس قيم جدا، ممتاز جدا، بيديني الأدوية باسم، بالسعر، مصورة، عندي إمكانية البحث بحاجات مختلفة بالشركات، عندي الصور. فالحقيقة يعني شيء جميل جدا جدا. أنا مش عارف إيه اللي ممكن ينقصني. يعني صعب جدا حد يحتاج ميزة معينة وما لقاش. عندي الالجوريثم اللي أنا بتاعي، حتى الدواء المستورد السعر بتاعه موجود، أبليكيشن معظم الخواص اللي فيه ممكن تشتغل بدون إنترنت. فالحقيقة شيء قيم جدا جدا، ويعني شيء ممتاز. لو استفدت معانا ادينا لايك، سبسكرايب عشان تتابعنا. شكرا ليك، مع السلامة.